السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودي بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، اليوم جبت لكم هذا الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبضغط على الجرس باش دائما توصلوا باي جديد في القناه. ومرحبا بالجداد وبالقدام اللي معايا في هذه القناه وبكم باش دائما كتكبر هذه القناه. اليوم جبت لكم تخفيضات اللي دايرين في مرجان كيف كتشوفوا ديال الصيف، يعني دايرين تخفيضات زوينه واثمنه مناسبه كيف كتشوفوا. دايرين في المواد ديال الصابون، يعني التيد ديال الماعان كيف شفتوا معايا، ودايرين في الاواني ديال الماعن ديال الكوزينه بطبيعه الحال. ثم عرفنا حنا العيرات كنضربنا على الماعن، ايوا كي كتشوفوا دايره الكيسان زوينين ديال اتاي باشكال جد مناسبه في الاثمنه. وان شاء الله غتشوفوا معايا الجوله كامله ان شاء الله في مرجان كيف كتشوفوا. داير لكم حتى الاثمنه، يعني صورت لكم حتى الاثمنه كيف كتشوفوا كل حاجه والثمن ديالها، يعني عروض زوينه ومناسبه جات مع الصيف ومع ان شاء الله العيد الكبير كيف كتشوفوا. وهاد الكيسان حتى هما الثمن ديالهم، ودايرين حتى تخفيضات في الالات ديال الصابون يعني اوتوماتيك، وفي الالات ديال الغساله ديال الماعن حتى هما دايرين فيهم تخفيضات غادي نشاركهم معكم. وهنايا بالنسبه وهنا كما قلت لكم دايرين حتى التخفيضات في اشكال مختلفه وزوينين بزاف، يعني زوينين وحده بلاستيك في وحده كيف كتشوفوا، رائعين هادو عجبوني انا. هادوك الاخرين اللي مذهبين واخا عندي كنقول غادي نمشي نجيبهم ايوا كل مره شنو كاين. انتم عارفين حنا العيالات واخا كيكون عندنا كنشوفوا الحاجه خصنا ندخلوها للكوزينه، ونهار اللي نجبدوا التخمال كنقولوا او بغينا نشريو، ولكن حنا هكا دايرين العيالات كاملين خصهم ضروري الماعن. تحرمي راسك شحال من حاجه وتمشي للماعن وتمشي للكوزينه ايوا واش غنديروا، هذه سنه الحياه. والحمد لله على كل حال كيف كتشوفوا يعني زوينين بزاف، راه فيهم يعني فيهم الصغار والميان والكبار. وهادو ترموسات هزهم صاحبتي حتى هي عجبوها كيف كتشوفوا، دايرين فيهم هاد الاشكال الذهبي وبالالوان، وكاينه السامبل يعني باشكال كيف كتشوفوا باللوينات. وهادو بالنسبه هكا كيتباع يعني ديال الفنجال ديال القهوه بالطبيصلات ديالهم. بالنسبه لهاد المناسبه دابا ديال العراس شي خطوبه شي يعني كادو كيجي زوين، كديه كادو مجموع كومبلي كيجي زوين. نتوما عارفين دابا الصيف كاين العراس، يعني كادو كيجي زوين كيجي هكاك مجموع يعني كومبلي كيجي شي حاجه زوينه. وهنايا غادي تشوفوا معايا اللي دايرين مازال في الاثمنه، غادي نوريكم معايا هنايا فهاد الجهه داير الاثمنه زوينه بالنسبه حتى لاتشيت البلاكارات كيف كتشوفوا، الطابلات يعني اشكال زوينه كيف كتشوفوا، يعني كوحده تنسيك في وحده كيف كتشوفوا. وفيهم هاد الساعات ديال الحيط يعني اشكال ديالهم زوينه، وكيف كتشوفوا كاينه هذه الذهبيه وكاينه الاخرى الكري سامبل يعني زوينين، والثمن ديالهم مناسب 43 درهم كيف كتشوفوا، ثمن زوين بزاف. وكيما وهنايا دايرين بالنسبه ليمول ديال الفران اللي كيف كتشوفوا ديال الزاج حتى هما بالاشكال اللي بغيتو، حتى هما دايرين فيهم تخفيضات. كاين الدايرين كاين هاد الشكل اللي هكا مربع. وهنايا دايرين الالات ديال الصابون اللي قلت لكم دايرين فيهم تخفيضات، كل حاجه والثمن ديالها وعلى حسب الحجم ديالهم كيف كتشوفوا، يعني هما فيهم اشكال بزاف ويعني والحجم ديالهم كل واحد والحجم ديالو كل واحد الثمن ديالو وعلى حسب الاسماء. يعني هاد اريستون زوينه بزاف عند صاحبتي واخداها كتقلبها عجباتها هاد الكحل، وخدات الابيض حتى هي عجباتها مازال هاد الكحل، ولكن زوينه زدقات ليها دابا راه تكون شي 4 سنين هكاك اللي عندها ولا 5 سنين طلعت لها زوينه. وهنا كاين لي مارك بزاف ودايره اثمنه زوينه،
يعني دايرين هاد العرض زوين مع الأثمنة زوينة كيف كتشوفوا، على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، يعني واش 8 كيلو ولا 7 كيلو، داكشي على حسب الوزن اللي بغيتو نتوما باش تهز ليكم. كيف كتشوفوا هادي، يعني كاين بزاف، كاين ويغبول كيف كتشوفوا بزاف اللي كاينين. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نكون قربتكم شويه من التخفيضات اللي كاين اللي داروا في مرجان هذا الصيف، وان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم دائما. وغادي نخليكم دابا تكتشفوا شنو كاين. وغادي نقول لكم بسلام عليكم، فيديو ان شاء الله الجاي، وكنتمنى الدعم ديالكم ولي لايك باش دائما هاد القناة تستمر وتزيد ان شاء الله القدام. والى اللقاء فيديو الجاي ان شاء الله.